بتلعب في مباراة انترناسيونالي 2006 تمام، وشفت الكرة البرازيلية عن قرب، وكمتابع كمدرب، وكابتن طارق دلوقتي يا جماعة ماسك فريق الرديف في نادي الوحدة الإمارات اللي هو الفريق بعد الفريق الأول مباشرة. بقالك قد إيه دلوقتي يا كابتن طارق هنا؟ دي السنة الثالثة. ومبسوط الحمد لله؟ الحمد لله، الناس الحمد محترمة جدا ونادي دوري مهم يا كابتن. جدا جدا نفس دوري المحترفين، حتى هو دوري المحترفين نفس الاستعداد اللي بنلعبها. بس مثلا لو انا على ملعبي النهارده بقى على ملعب الفريق الثاني، يعني مثلا الفريق الاول المباراه على طول ثاني يوم المباراه على طول. يعني الفريق الاول هيلعب على ملعبنا النهارده، بكون بلعب على الملعب الثاني، عكس بعض العكس. لكن نفس ممكن تاخد لعيبه من الفريق الاول تلعبهم طبعا. زي ما انت عايز. ثلاث اربع لعيبه ليك، اربع لعيبه موجودين معاك، يكون ما يكونوش معديين سنه مواليد 2001 او 2002. طيب يكونوا موجودين. حضرت بقى حضرتك كلاعب الاهلي وانترناشونال، والنهارده كمدرب كمتابع كمحلل، شفت بالمرس ايه الفرق؟ الكره بقت اسرع اسرع، القوه بقت اكتر. لكن مفيش شك ان المهارات قلت. لكن المهارات قبل كده كانت اكتر. انا شايف ان يعني انترناشونالي كان عنده كم لعيبه عندها مهارات اعلى بكتير. وكان لعيبه طبعا مشهورين ومعروفين جدا، زي باتو مثلا لاعب الميلان، ولا لعيبه كبار جدا على مستوى عالي. حتى حارس المرمى لوحده كان يخض من شكله، ومع ان حارس المرمى بتاع بالميراس برضه ستايله ويفرتون بس حارس غلط واحده اللي هي محمد شريف، وده وارد. المنتخب الثالث ده خلي بالك. لكن انا شايف ان القوه والسرعه، وفريق بالميراس ذاكر النادي الاهلي كويس وعمل له حساب. صح، هو حضر كويس جدا للمباراه، وشاف ان خسارته الاخيره في السنة الماضية في قطر كانت عاملة له شوية متضايق ومزعلان، فكان عايز ياخد زي ما بيقولوا يعني بلغة الكرة عايز ياخد طار يعني في المكسب. لكن النادي الأهلي كل الظروف كانت ضده، كل الظروف ما كانتش معاه، عشان برضه يعني معاك دي كارثة، ما نظلمش اللعيبة. ويمكن أنا ليا بس تعقيب على تصريح مستر موسيماني، أيوه، على إن أنا معيش بركات وأبو تريكة والنجوم. كل جيل ولنجومه طبعا، زي ما كان الكابتن خطيب، كابتن مصطفى، كل النجوم دي طبعا، كابتن حسن شحاته، كابتن، كل دول جيل. واحنا كان جيلنا جيل طبعا، والجيل الحالي جيل بقياده محمد صلاح، بقياده كل النجوم دول. لكن انا كنت اتمنى عشان اللعيبه ما تزعلش، لان قرب اللعيبه من المدرب بيفرق كتير طبعا يا كابتن. ممكن اللاعب يقول يعني احنا ما يعني مش كويسين، يعني احنا مش زي فلان ولا مش زي فلان، لكن في النهايه انا قلت الكلام ده امبارح في البرنامج، وفي ناس زعلت مني بس كان لازم اقوله. بس يا كابتن انا بتكلم بحس اللعيب، انا بتكلم وانا برضو نفس النقطه. انا بتكلم بحس اللعيب، لو انا لاعب هتضايق هزعل. طبعا دول الكباتن بتوعنا، ودول لعيبه كبار ومستواهم عالي جدا، لكن اتمنى مدير فني دايما يديني ثقه في نفسي. اتمنى المدير الفني يتكلم عليا كويس.